مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في دي ام تي في. مواضيع كثيرة ومن مختلف المجالات اعتدنا تقديمها لكم أسبوعيا في رادار، حلقة مميزة تحمل الكثير من التشويق من خلال تقاريرنا ولقاءاتنا المصورة التي جمعناها لكم في هذا الأسبوع. مواضيع الليلة تسلط الضوء على سباق الدراجات دبي تور، مهرجان كانتين الشاطئ في جميرة، معرض الطعام الياباني في غلف فود، المعرض الفوتوغرافي الخاص بكاديلاك في غلف فوتو بلس، معرض للمجوهرات الخاصة بالرجل لكن بالعربي، افتتاح الفيلم اللبناني فيتامين، افتتاح مطعم تماري مع نخبة من أهل الفن والإعلام. بين علم دار الاتحاد وفندق أتلانتس وسد حتى وبرج خليفة تنقل أمهر الدراجين على مدى 4 أيام وفي 4 مراحل خلال دبي تور، الحدث الرياضي الخاص بسباق الدراجات والأكثر انتظاراً في المنطقة. هذا الحدث ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. المنافسات انقسمت على 4 مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 145 كيلومتر على علم دار الاتحاد، والثانية لمسافة 185 كيلومتر إلى فندق أتلانتس، أما الثالثة وهي الأطول فالمسافة بلغت 205 كيلومتر إلى سد حتى، وفي المرحلة الأخيرة إلى برج خليفة ومسافة 128 كيلومتر. تقرير من رادار عن هذا الحدث. طبعا نتكلم عن منتخب الامارات، منتخبنا الوطني مشاركته طبعا نعتبرها مشاركه ايجابيه في طواف دبي. طبعا طواف دبي فيه نخبه من الفرق المحترفه، ولله الحمد مشاركتنا مشاركه ايجابيه. طبعا كلكم شفتوا مشاركه المنتخب عبر التلفزيون، مشاركتهم في 3 جولات الى حد الان، وان شاء الله اليوم بتكون الجوله الرابعه. طبعا نحن نشكر الأخوة هنا في مجلس دبي الرياضي على اهتمامهم طبعا بالمنتخب الوطني وتحضيرهم لنا، وهذا الشيء يفرحنا نحن كاتحاد الإمارات للدراجات. في نخبة من اللاعبين العالميين مشاركين، وامثالك يعني امثال لاعبين كبار واسماءهم معروفة على المستوى الدولي وكذلك الفرق، ومشاركتهم إيجابية وانطباعاتهم اعتقد إيجابية شكل ما عبروا عنها عن طريق وسائل الإعلام. سنة نتطور طبعا، احتكاك مع المحترفين شيء كبير، هذا يعني ما حد كمنتخب يقدر يشارك، فالحمد لله يعني نحن حصلنا هالفرصة دعم من قيادتنا الرشيدة، والفريق في تطور من هالناحية، والدليل ان امس صديقنا يوسف ميرزا في بطولة آسيا المضمار حصل على المركز الثاني، وهذا إنجاز كبير لدولة الإمارات وإنجاز لدراجة الإمارات بشكل عام. نحن الله يسلمك تحضيراتنا تكون يعني من أول الموسم، في طبعا في الصيف ما نقدر نتمرن هنا، نطلع برا معسكر 2 أو أكثر
معسكرنا كان في هالموسم في فرنسا، حضرنا عدل الحمد لله، توجنا في ميداليات في بطولة عربية وبطولة خليج، والحين نحن بطولة آسيا لأول مرة نحصل على ميدالية، فهذه إنجازات طبعاً باحتكاكنا مع هؤلاء الدراجين، النخبة من الدراجين. الدراجين هايلة، قلت لك قبل ورد أقول لك إن صعب تشارك معاهم، يعني أنت كهاوي أو أنت تمثل بلادك، هايلة محترفين درجة أولى، فصعب إلا إذا أنت كنت الدولة المنظمة تقدر تشارك. فهالشيء يعني عطانا دافع كبير ان نحن نحتاج معاهم، نشوف سرعاتهم، نشوف كل فريق كيف ينظم نفسه، كيف يعني الامور اللي تصير في السباق. فهالامور يعني فادتنا وايد سباقاتنا نحن، يعني اللي في اسيا او في العرب او في الخليج، منها يعني توجنا في ميداليات الذهب في البطولات كلها. مرة جديدة يعود مهرجان كانتين الشاطئ ليشكل جزءا مهما جدا من مهرجان دبي للمأكولات لما يحمله من خصوصية. فكرة المهرجان تتلخص في إنشاء مطاعم ضمن حاويات معاد تدويرها تماشيا مع سياسات حكومة دبي للحفاظ على البيئة، وكل ذلك ضمن أجواء ساحرة على شاطئ البحر وعلى أنغام الموسيقى وفرق الدي جي، إضافة إلى فعاليات خاصة ونشاطات رياضية. حقق المهرجان العام الماضي نجاحاً فاق كل التوقعات، وهو ينظم للسنة الثانية على مدى 23 يوماً في جميرة، أمز جيم وكايت بيتش. تقرير خاص من رادار. So the Dubai Food Festival is in its second year this year, and the Dubai Food Festival is here to celebrate the offering that Dubai has
and highlight the fact that it is the capital of the food for the Middle East. So we've got offerings here from five star through to street food, and the food festival is designed to highlight the best of what we offer here. The beach canteen is open for the duration of the food festival, so it's open this weekend right through to the 28th of February. The Beach Canteen celebrates 11 homegrown restaurants that have been here in Dubai, only open for the last 2 years. So a lot of people won't have tried these restaurants. So it's a great chance for people to come down, try the restaurants that they may not have tried before, and also celebrate those entrepreneurs who are taking, I guess, the leap into the culinary world here in Dubai. Also on offer every few days, we've got one canteen that we're using for celebrity chefs and local concepts that will be changing. So even if you came down two or three times during the festival, there'd always be something new on offer. In terms of the programming here, we've got live bands, DJs, we've got open mic nights on Sunday, Monday and Tuesday. And we also have food and film nights where we're screening movies and then you can dine in the cuisine that is inspired by the movie. So the evolution of the food festival, especially the beach canteen, has been that the concept was so popular last year. Last year we had a hashtag Save the Beach Canteen at the end of the time it was being held. So we decided to keep it in one location, keep it for the duration so people would know where to go, and also we would be able to provide good business for the restaurants that are here. So far, we're estimating over the last 2 days we've had over 3,500 people here. So we know that during the food festival, this will become even more of a destination in February for both tourists and residents. So the message behind the beach canteen is that we, as the Dubai Food Festival, support new businesses opening. And we're using the beach canteen to do this. We've also got an event which is roaming around the city called the Food Truck Convoy. And during weekdays, it'll be going to different business districts, and we've got 8 to 12 trucks who will be parking up. And again, this is showing the flavour and the evolution of the Dubai food culture here. نتوقف مع أول فاصل إعلاني ثم نعود. جولة جديدة من المواضيع الحصرية نتابعها في هذا الجزء من رادار. السوشي ليست الطعام الوحيد الذي يقدم في اليابان. فضمن مهرجان غلف فود تم افتتاح جناح خاص بالطعام الياباني برعاية هيئة التجارة الخارجية اليابانية ووزارة الزراعة وصيد الأسماك اليابانية. يقدم المعرض أصناف تقليدية من الأطعمة اليابانية بمشاركة 24 شركة معروفة بريادتها في مجال الأغذية اليابانية التقليدية العريقة. ترافق الافتتاح مع عقد ندوة خاصة حول القوانين ومعايير السلامة الغذائية الصارمة في اليابان. تقرير يلقي الضوء. We'll be right back.
this is the promotion to the Japanese food and especially food safety is Japanese for Japanese food. Now they try to Japanese food, especially Japanese wagyu, so Japanese beef, and also freshness rice, and also any Japanese kind of foods. Then please try to Japanese food and also promotion to the other Emirati people. UAE and Japan is a strongly trade tie up the any regions, any sectors. So the we hope the UAE and Japan and tied the strongly to more and more. Everybody knows the 2020 Dubai is Expo, and same time the in Japan is a Tokyo Olympic in the 2020. So the we hope the by 2020 we cooperate the UAE and Japan any project and any relationship. Very honored to be here to make presentation of Wagyu beef, especially regarding the ensuring the safety and then confidence to the consumers of the delicious and exquisite taste of Wagyu. We have a pedigree system with a history of more than 100 years, and then we kept complete, genuine, pure breed of Wagyu. And then second is the grading system. Every cattle raised in Japan have to be registered by the number, 10-digit numbers, and then anybody can trace the production history record. So anybody can check whether this Wagyu beef is truly raised and genuine breed of from Japan. You can taste the real taste of Wagyu beef produced in Japan here today, and then I'd like you to see the difference of the taste today. Dubai has high price, high class market, so we can fulfill the need of consumers here in Dubai with high spec, high sense of food culture.
معرض فوتوغرافي خاص لكاديلاك، السيارة الرائدة والعلامة التجارية المرموقة. فقد استضافت غاليريغا الفوتو بلس معرض تصوير موضوعه كاديلاك، وتحديداً نوع كوبي ATS من تنفيذ المصور العالمي أندريا بيولوسو، الذي قدم مجموعة من الصور المذهلة والخاصة بهذا الطراز. والمعروف أن المصور أندريا هو مصور أزياء، فما كانت صوره إلا مزجاً فريداً بين لمسات الجمال وقوة التقنيات، مستلهماً من الأشكال الثورية التي يقدمها هذا الطراز. فكانت الصور حقيقة تحفاً فنياً مبتكرة. تقرير يلقي الضوء. The idea behind the exhibition began as a competition. So there was an Instagram competition that was run, and the people who entered hashtagged Cadillac Arabia and Golf Photo Plus and Scene Stealer. So the theme was Scene Stealer, and people uploaded to Instagram images that they thought were scene stealing images. And so a winner was selected, Farah Al-Amin, and she won the opportunity to be in a photo shoot with Andrea Belluso, who is a celebrated Italian photographer whose focus is primarily on fashion, but extremely talented. And she also won 5,000 dirhams worth of workshops with Golf Photo Plus. So it was a wonderful opportunity. And we also have highlighted in the exhibition space the top eight, as well as the winner from the competition. So we are showing images from the competition, as well as a series from Andre Belluso from his shoot with the Cadillac ATS coupe. Andre Belluso is a celebrated photographer. His focus is on fashion, and the shoot that he did was at the Kempinski, which is a beautiful hotel, wonderful setting, and the images that you see in the exhibition take the models from the day to night. So it's more about the lifestyle that goes with the Cadillac. So she wakes up in the morning and she's doing yoga by the beach, goes for lunch with her husband, and goes throughout her day straight to the evening where the sun is setting and it's the beautiful Kempinski in the background, and there's both a lady and a gentleman with the Cadillac. It's a beautiful car, beautiful models, beautiful setting, and the idea is just to celebrate these sort of moments through a great shoot. And what's nice for the winner is that being able to shadow a photographer like Andrea is a brilliant opportunity to understand how do you conceptualize a shoot like this? What are the elements that you need to take into consideration with lighting, and how will you retouch it later? Will you need to photograph the model separately or with the car? Are you lighting the car separately from the model? There's all these things that come together with a shoot like this, and working with a professional, being, you know, a new photographer, seeing how it goes step by step is a brilliant opportunity. So I think that was really unique.
فاصل ونتابع. نعود معكم أعزائنا المشاهدين لمتابعة رادار وفيه. نادين كانسو شابة لبنانية شقت طريقها الخاص في عالم تصميم المجوهرات، وتميزت بحرفيتها وحسها المرهف في كثير من التصميمات التي تجمع بين الجمال ودقة التصنيع. وهي اليوم تخوض غمار تجربة جديدة من خلال تقديم مجوهرات خاصة بالرجل ضمن مجموعتها التي تحمل عنوان بالعربي. في المجموعة تركيز على الحروف الأبجدية والكلمات العربية، فضلاً عن اكتشاف الهوية العربية المعاصرة في مزج فريد بين التراث والحداثة. تقرير خاص من رادار. بلشت بالعربي بال 2006، كان اللاين للنسوين بس. بلشته من بعد ما عملت اول معرض فوتوغرافي كان اسمه مين انا. حبيت احكي عن الهويه العربيه وعن اللغه العربيه وعن الاحرف العربي وكل شيء بيختص ب اذا بدك تقول ثقافتنا. عملت اللاين اسمه بالعربي، واليوم نحن بمعرض بالعربي للرجال اللي هن اكسسوارات من معمولين من الفضه. طبعا في اشياء معموله من ذهب، في اشياء معموله بالالماز والى اخره. لقيت انه من سنتين واكثر، حتى من سنتين، انه صار في طلب اكثر واكثر على الاكسسوارز الرجالي، وحبيت اتقرب من هالشيء، ولقيت انه هلا الوقت المناسب انه اعمل هالشيء. بهالرحله اللي انا فيها حبيت يكون معي اليوم سامر الامين اللي هو البارتنر تبعي بهيدا المشروع. هو اللي عمل الخط اللي عم نستعمله اليوم بالكولكشن الموجوده هون. الخط تبعي انا اساسا شوي كلاسيكي اكثر، مثل ما شايف هون لبستهم، هذا الخط للنسوين، والنسوين بنعمله بالذهب والالماز والى اخره. اليوم حبيت يكون الرجال كمان له حصه بالماركت، حصه بالفاشن اللي نحن فيها، وبعتقد عم لاقي اعجاب وناس عم بيكونوا اكثر واكثر حابين هالشيء. اليوم كل الكولكشن اللي عاملينها من فضه. بقى هالشيء بيعجب كل العالم ورجال، خصوصا بالمنطقه تبعيتنا. طبعا الاحرف معمولين، كل القطع معمولين من احرف، هدول الاحرف معمولين على الايد. والحلو بالبراند او بهيدي الكولكشن انه اليوم انت بتطلب حرفك، بتطلب اسمك، بتطلب شيء بخصك الك. هيدا اللي شيء بيتميز اكثر من غير اشياء موجوده بالسوق برا. حياتي اشتغلت بمجال الإعلانات لفترة كثير طويلة. من 4 سنين قررت أغير وبلشت بالبرودكت ديزاين، ونقلت على ميلانو وعملت ماسترز إن إندستريال ديزاين، and I launched لحد هلأ 2 products، هيدا الثالث. علاقتي مع نادين بترجع لزمان كثير، صاحبي كثير من احنا وصغار، وانا ونادين على طول بنتشارك بالاعمال اللي عم نعملها. يعني على طول بتفرجيني شو عم تعمل، بقول لها غيري هيك، سوي هيك، هي معي نفس الشيء. كنا بميلانو، كنت عم بتزورني بابريل الماضي، قلت لها ليش ما عملتي بعد منز لاين؟ وقلت لي هلا صار في كثير طلب للمجوهرات الرجاليه، وبلش تعاون بهي الطريقه.
المجوهرات للرجال بدها تكون رجوليه بالنتيجه، اهم شيء يضل عنصر الرجوله، ما بدها تطلع اسواره ناعمه على ايد الرجل. وانا الخط العربي خط عربي بدنا نشتغل فيه، فانا رجعنا خلقنا خط عربي خط جديد للرجال اللي هو محدد اكثر، اقسى شوي، منه ناعم. الحرف هو القطعه، مش قطعه نازل منها حرف، يعني هذا حرف السين لافف على الايد اللي بيعطي كاركتر اكثر للقطعه، مش قصه حرف نازل. انحط كم صوره على انستغرام والردود الفعل عن جد بتنقز، يعني من اجانب لعرب كله عم كثير عم بتنال اعجاب لهذا عن بكل تواضع وبكل صراحه. كيف الواحد بيلبس بيعطي بفرجي طبعه للعالم بهيدا الخط، بيعطي بعض طابع، بيعطي شخصيه اكثر، وكل واحد فيه يلبس مثل ما بده. فيك تلبسهم ثلاث اساور مع بعض، تكتب اسم فيهم، فيك تاخذ الخاتم، فين لعب، فيكون فضه، فيكون ذهب، فيكون مع الماز اللي بحبه، الماز الاسود هلا كثير دارج للرجال، بيلعب كثير بالكولكشن. تم افتتاح الفرع الرئيسي من سلسلة مطاعم تماري، وهو أول مطعم عربي للوجبات السريعة التي تتميز بخلطات مميزة لا تتواجد عادة على قوائم المطاعم العربية التقليدية. حضر الحفل حشد من أبرز الفنانين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية إلى جانب عدد كبير من الحضور، ومن بين النجوم الذين حضروا نذكر باسم ياخور، شمس، أريام وغيرهم الكثير. رادار كان حاضراً وعاد بالتقرير التالي. بصراحة من غيرتنا من الشركات العالمية الكبيرة اللي عرفت تقدم البرجر وتسوقه عالمياً صح. ونحن كعرب عنا المواد وعنا البهارات وعنا الخلطاتنا واللي هي نوعاً ما الصحية وطيبة ومميزة. فقررنا بالشركة إنه ندمج الأوبريشن الغربية بطابع عربي ومنتجات عربية. بالنسبة لموضوع الكونسبت أو الديكور للمحلات كلها، اللي هي دمجنا الطابع العربي أو الشرقي مع بنفس الوقت الثيم الغربي اللي هو المنيو على الشاشة، الحركة الموظفين، حركة البيع اللي هي غربية. اللي بيميز شركة تماري عن الباقي هي المادة اللي عم نستعملها اللي هي التمر. التمر نحن الأوائل الحمد لله اللي أطلقنا شيء خلطة اسمه التمر برجر تامر، اللي هو التمر مع الجبن معجون مع بعضه، وعنا التمر معجون مع البيف اللحم اللي هو الكفتة والديت اللي هو الكفتة برجر. خطتنا بشركة تماري هي التوسع، ونحن موقفين عند هالكم فرع. أكيد إن شاء الله هو توسعنا بالمرتبة الأولى بالشرق الأوسط، لأنه الكونسبت تبعنا عربي،
وما بعد الشرق الأوسط التوجه إن شاء الله لأوروبا أو غيرها من البلاد. بدعوا الجميع إنه يجوا يجربونا وما حيندم. المزيد من المواضيع المشوقة بانتظاركم بعد هذا الفاصل. في ختام حلقتنا سنتابع معا: بعد النجاح الذي حققه الفيلم السينمائي اللبناني فيتامين، تم إطلاق الفيلم في إمارة دبي ضمن حفل خاص نظمته كل من شركة إيجل فيلم وشركة جولد فيلمز. الفيلم من إخراج إلي حبيب وبطولة عدد كبير من نجوم الشاشة منهم ماجي بوغصن، كارلوس عزار وغيرهم الكثير، وهو من إنتاج جمال سنم. تفاصيل إضافية عن الفيلم في التقرير التالي. هاي شباب، بنطب عليهم ضربة كوع بطيخة على الراس، ناخد السيارة من أوروبا المصريين. شو قلت؟ من جون سوا؟ ماجي بغصن، كيفك؟ الحمد لله منيحة. مرحب فيك عبر دي ام تي في وبرنامج رادار. مرسي، ثانك يو لألكم. ماجي فيتامين؟ شو قصة فيتامين؟ ولا كلنا بحاجة لفيتامين، بس بحاجة للفيتامين المزبوط مش فيتامين فيك، الفيتامين يلي بيطلع من قلب الإنسان، وهذا اللي بنشوفه بالموفي إنه الفيتامين بحاجة لإله نحنا هو عقلنا وروحنا والإنرجي اللي فينا إنه نطلعها لحتى نحقق أشياء كتير إحنا حابين نعملها لإلنا ولوطننا كمان. صار معك مليون أنا ما بعيش برات الطيعة، ولا أنتين رح تعرفي قيمتي. زوزو دوري زمرود، البنت المجنونة شوي يلي بتثور على وضعها وبدها تظهر من ضيعتها يلي هي سيمبول الوطن، فبتقوم بعملية سرقة وهالسرقة بتقلب الأمور رأساً على عقب. شو الطريقة يلي ممكن نعملها تنجمع كل سكان الضيعة بمحل واحد؟ الضيعة كلها؟ كلها كلها؟ ما في غير المجنين مصدقين انه في كنز بالجرد عم ينبش عليه. ايه ومين هالمجنين؟ ابو عبا شو اللي هي تقبر؟ خبرك يا امي. والكليب اللي بقلب الاغنيه بدنا تحكي لنا تفاصيل عنه. بدي اشكر كثير مروان خوري، المبدع مروان خوري، لانه اكيد بنوجه له تحيه، دائما اغانيه توب. روعه، انا محظوظه اني اخذت اغنيه منه، كلمات والحانه، توزيع داني خوري، فالاغنيه اخذت كثير سكسي. بس أنا كنت متوقعة لأنه مروان ما بيعمل شي نص نص. كنت بفكر إنه الفرحة بعيد، رح يمضى الوقت ويبقى وحيد، تاري الحب علينا بيمرق سرقة، بيكتبنا عورقة غنية وقصيدة. كنت بفكر إنه عمري المال، مش
كارلوس مرحبا فيك على ام تي في وبرادار. الرادار اللي بيلقط كل شيء. دائما عشان هيك لقطناك اليوم بفيتامين. شو فيتامينك بالفيلم؟ فيتاميني بالفيلم بكون اخذته لما العالم تحب الفيلم يعني بس. ف النجاح هو اللي بيعطي الممثل بيعطي فيتامينه المطلوب. خبرنا عن دورك بالفيلم. بالفيلم انا بكون برايفت ديتكتيف يعني تحري خاص طالع حقق بسرقه صارت بضايعه معي يعني. صاحب الشاحنه اللي انسرقت بيوكلني انا اطلع حقق بهذا الشيء انا وزميلي يعني المحقق الثاني اللي هو فؤاد يمين يعني. فبنطلع على الضيعه ببلش التحقيق ومن هونيك بدك تكمل البقوه بالصاله. قالوا لي انكم رب المهمات الصعبه. عشان عم تطلع يا طبل مدام دح يا قبش. كارلوس بنعرف احنا صوتك كثير حلو وماجي عم تغني بالفيلم في لك كليب. شو سر انك ما غنيت معه اليوم او ما غنيت بالفيلم ما كان لك كليب مثل ماجي؟ مانا مبرره لانه اليوم انت مانك عم تشتغل ميوزيكال. بالميوزيكال الشخصيات على مختلف شخصياتهم فيهم يغنوا لانه هذا اتس ميوزيكال. بس بهذا الفيلم اذا انا كتحري خاص فجاه بصير عم غني بيقولوا العالم هذا خوت يعني بيصير بعيد كثير عن المنطق الدرامي تبع القصه. مش لانه انا بغني ولانه عندي اغاني وعندي فيديو كليبات يعني انا كل عمل درامي لازم اكون عم غني فيه. ما لهم علاقه ببعضهم. اذا العمل بيتطلب انه غني بكون عم غني. اذا الدور ما بيتطلب انه غني وانا غنيت فاذا هذا شيء مش محله ابدا وشيء كثير مجاني بالدراما. ما لازم يكون في شيء مجاني. اكيد حسيت هالكيمستري بيناتنا. انا ما بحكي عاده. شو مخ انت داهي منيرك له عن جد فيها تركب له قضية؟ بضميرك انا شو بقولك عن اسعاف انها فتحه. ايه وين في ديناي. خبرنا شو علاقتك مع ماجي؟ دايما عم نشوف نجاحكم سوا بالسينما اللبنانيه. بالسينما اول تعاون وبالدراما كان لنا تعاون واحد يعني. بس انه ثاقبت انه مشاركات يلي كنا انا وماجي فيها كانت عم تكون ناجحه والعالم عم بتحبنا سوا. فمنشان هيك اذا بدك من بعد المسلسل نجاح المسلسل قعدنا الكره بالنسبه للسينما. دخلك زوزو هذا مش اسم للشباب يونيسكس بسلامه فهمك. شفت شو الذله وقفاي قفاي بتفكر مش رح يجي ما تخليني جون جون ترافولتا يعني؟ فيلم بيحكي عن الوطن، بيحكي عن الهجرة بالأحوال السيئة بالوطن. فبيحكي عن ثلاث صبايا في قرية نائية بلبنان عم يهاجروا شبابها. كان بلدة كتير تعتمد على السياحة. هالصبايا حبوا يعملوا شيء لهالقرية. سرقوا الشحنة هن يعني ظنن إنه فيها فلوس هالشحنة. بيطلع ما فيها فلوس. بيطلع فيها شيء غير شيء وتقلب الدنيا كلها على بعضها. متوقعين نجاحه بعد الإيرادات اللي جابها فيلم بيبي؟ ليك الفيلم عم يتوقع أكثر من يعني بلبنان تخطى إيرادات بيبي. بالأردن كان ممتاز يعني نحن تفاجأنا بالجمهور الأردني اللي موجه له تحية. كان كثير متفاعل مع الفيلم. وإيفن بسوريا الفيلم نزل خميس رغم الظروف المؤسفة اللي عم تصير بسوريا عم يدقول انه كومبلي السينما يعني ما عم يلاقوا حل. فهذا شيء كمان بيشجعنا لنضلنا ننقل السينما اللبنانية لنوعيا. ما انا كنت اسألك اليوم بعد نجاح بيبي وهلا بعد نجاح فيتامين كيف عم تشوف الدراما اللبنانية ونجاحها بالسينما؟ هلا نحن بصدد في عنا فيلم بعد اسبوعين اسمه سوء تفاهم لبناني مصري انتاج ايجل فيلم. سيرين عبد النور شريف سلامة احمد السعدني ان شاء الله بده ينزل 12 شهر بعيد العشاب. فكمان اتس بروميسينج وعم نحضر كم عمل. لا اتس يعني شيء مشجع وبعتقد ان شاء الله نقله نوعيه. هلا عم نشوف اجمالا برمضان بالدراما اللبنانيه عم بيكون في ممثلين مصريين سوريين مثل اليوم كمان فنان شكرا مرتجى مشاركه بفيلم فيتامين. هل برايك هذا بياثر على نجاح الدراما اللبنانيه؟ نحن بلشنا لبناني بلبناني يعني لقينا صعوبة لنفتح الفيلم بالإمارات لقينا صعوبة نفتح الفيلم بالأردن بالبدايات. بس ولكن الرسالة الحلوة الفيلم الكواليتي بعتقد عم يوصل مثل ما قلت بالدراما يعني. هالسنة نحن عاملين عمل كمان هذيك السنة قدمت إيجل فيلم لو هالسنة مقدمين 24 كيرات. فهالخلطة البان أرب بعتقد بمكانها عم تكون.
بدك تحكي ولا بنتي لك اياها لدقنك شعر؟ أمسية طيبة نتمناها لكم أعزائنا المشاهدين، ولا تنسوا متابعتنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر وإنستغرام. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل في نفس الوقت. إلى اللقاء.